مرحبا يا أصدقاء، هنا سميرة عزيز من إعلام السعودي. أشد جائحة في التاريخ كانت الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، استمرت لمدة عامين على 3 موجات، حيث أصيب 500 مليون شخص و50 مليون حالة وفاة. ووقعت معظم الوفيات في الموجة الثانية. كان الناس يشعرون بالسوء حيال إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، حتى تم رفع الحظر لأول مرة. ابتهج الناس وانتشروا في الشوارع مهملين جميع الإجراءات الوقائية. في الأسابيع المقبلة حدثت الموجة الثانية، حيث توفى عشرات الملايين. أصدقاء، دعونا نكرر التاريخ مرة أخرى مع كوفيد 19. شكرا لكم.